طب محمد، هل نازية واعية إنها أنقذت أختها؟ نعم، في الواقع عندما قال الأطباء بأنه يجب أن نقوم بعملية زرع نخاع ونقل نخاع، جلست مع الإبنة وشرحنا لها بأن هذا الوضع معقد جدا، شرحنا لها كل شيء، وهي كانت صغيرة. لدي 4 أبناء، هم جميعا من البنات، والكل كان يريد أن يساعد الشقيقة الصغيرة، ولكن التطابق أتى من هذه الطفلة بالتحديد، وكانت سعيدة جدا لأنها هي من تنقذ شقيقتها، وهذا كان فرصة بالنسبة لها. وأن عندما عرفت بأنها التضابق بينها وبين الشقيقة الصغرى كان تاما، لذلك كانت سعيدة، وهي الآن مقتنعة بأنها شقيقة وكأنها توأم لشقيقتها، لم تبكي أبدا، كانت سعيدة. هاي نازيا، how are you? You know you saved your sister's life. أنقذت حياة شقيقتك.